بنات عبلة كامل تخطف الأنظار مجدداً. ملامحهما العفوية تشبه والدتهما بشكل كبير. جمهور السوشيال ميديا أبدأ إعجابه بظهورهما المتكرر خلال الفترة الماضية، وعلق البعض بأنهن يمتلكن جمالاً ربانياً. تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية صورة جديدة لزينب وفاطمة بنات الفنانة عبلة كامل، وظهرت كل منهما بإطلالة أنيقة وبسيطة. فضلت زينب وفاطمة ارتداء ملابس كاجوال بسيطة، وامتنعن عن وضع أي مكياج أو مساحيق تجميل، فكانت ملامحهن بسيطة وعفوية. وأكد متابعوهم أن هذه الإطلالات تشبه تماماً والدتهم الفنانة عبلة كامل، خاصة وأنه معروف عنها حبها لكل ما هو طبيعي وعدم استخدام المكياج. بنات عبلة كامل ظللن لسنوات طويلة بعيداً عن الإعلام والسوشيال ميديا، واستمتعن بطفولتهن وحياتهن الخاصة بهدوء بعيداً عن شهرة والديهم. لكن مؤخراً ظهرت البنات برفقة أزواجهن الأجانب على السوشيال ميديا، حيث تزوجت زينب من رجل إنجليزي، بينما تزوجت فاطمة شاباً بولندي الجنسية يعمل كمدرب يوغا. أما زينب فاتضح أنها تعمل مع زوجها الإنجليزي في مجال علم التاروت والتنبؤات، وتقيم معه في مدينة ذهب برفقة ابنتهما زهرة وابنها الرضيع. زيجات بنات عبلة كامل أثارت الجدل، خاصة أنها من رجال أجانب، لكن والدهم الفنان أحمد كمال كشف في وقت سابق أنه لم يتدخل في اختيارات بناته، وأعطاهم مساحة من الحرية لاختيار أزواجهم. تصدرت عبلة كامل ترند مؤشرات البحث عدة مرات خلال الفترة الماضية، فبعيداً عن ظهور بناتها اللافت للانتباه، لكنه تردد أنها مصابة بالسرطان وتعاني من آلام شديدة. لكن زوجها السابق أحمد كمال نفى هذه الأقاويل، وأكد أنها بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي مرض. تردد أيضاً أن عبلة كامل ستعتزل الفن نهائياً ولن تشارك في أي أعمال فنية، لكنها تواصلت مع الإعلامية لميس الحديدي بشكل شخصي، وأكدت لها أنها لم تتخذ هذا القرار لكنها لا تجد عملاً جيداً يناسب ارتداء الحجاب وعمرها الحالي، وعندما تجد عملاً يناسبها ستعود به لجمهورها مجدداً.